الخير اللي عندهم صباح ومساء الخير اللي عندهم مساء، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفعل على حسب اول حرف من الاسم ديال كل مجموعة. الاولى غادي تكون هي الاسماء اللي كتبدا بحرف الف، هاء، واو، حاء، دال، راء، سين، صاد، طاء، عين، كاف، لام، وميم. ان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي، ان شاء الله تستفدوا على هذا الفعل هذا. هذا قلبك تخمام كي أتيك الله، قلبك تخمام كي أتيك الله، قلبك تخمام كي أتيك الله. غادي يكون قلبك شي شوية مزير أو مضغوطة، غادي تكوني كتفكري في السفر أو في البلد البعيد. غادي أتيك الله بتحركات وتنقلات كثيرة في هاد الأيام. غادي تكوني موسوسه هاد الايام هادي بزاف، غادي تكوني كتشكي في الناس اللي محيطين بيك، وخصوصا في صديقه او في انسانه كتشتغل معاك او في انسانه اجنبيه او انسانه عايشه على برا، غادي تكوني كتشكي في هاد الانسانه والوسواس قاتلك من جهتها. كاين اللي غادي يكون عندها سفر عن طريق العمل للخارج، كاين اللي غادي تغير العمل ديالها بصفة كلية، يعني ما غاديش تبقى في البلد اللي هي فيه، يعني طبيعة العمل ديالها غادي تخليها او غادي يخليها تغير البلد للعمل في بلد اخر. وغادي تكوني ناجحة في هاد الشيء، غادي تكونوا محظوظات في العمل، نجاحات، تطور حتى في الدراسة، الامور اللي هي قانونية كذلك عندكم فيها حاجات جديدة وتطورات للصالح ديالكم. من الناحية العاطفية البنات اللي ما عندكمش حبيب فكاين امور جديده او نصر او راحه بال عاطفيه، ما تكونيش متردده، ممكن يعني يجيك شخص اللي غادي يتقدم لك الزواج بطريقه تقليديه، فلا تترددي وخصوصا شهر 6. بالنسبة للعتبة فتنشوف أنا هنا ضيوف، يعني ممكن من العائلة ديالك ضيوف غادي يدخلوا العتبة. إذا كنتي حاطه طلب يعني بخصوص عقار، سكن أو محل تجاري، أو فهاد الطلب هذا غادي يكون مقبول. بالنسبة للعاطفة، إذا كنتي كتسألي على رجل أبيض متوسط القامة أو طويل، فهاد الإنسان إذا كنتو كتهضروا على الطلاق فهو مصمم على الطلاق وغادي يخرج من الحياة ديالك. وإذا كان هذا الحبيب ديالك اللي هو أبيض متوسط القامة أو طويل، فردي بالك، خصوصا إذا كان دائما تيزعف أو ما كيديرلكش الخاطر، فهاد الإنسان من الأحسن أنك تخلي عليه، لأن هذا غير نتاع مصلحته ونتاع عزهو وانت استمتاع ما فيهش خير. فهادوك البنات اللي كتشكو في هاد الشخص، فمن الأحسن شوفي حياتك مع شخص آخر. بالنسبة للأخريات، هاد الإنسان هذا غادي يكون مشغول جدا أو عنده أمور مع ناس وخايف على راسه أنه ممكن يطيح في مشكل كبير. بالنسبة للأبيض اللي هو قصير، إذا كان هذا الطريق ديالك فاحتمال كبير يكون رجوع بيناتكم. إذا كان هذا الزوج ديالكم كاين لمة شمل وأمور جيدة بينكما، ما تحاوليش أنك تضغطي على هذا الشخص أو تشكي فيه. بالنسبة إذا كان هذا الحبيب ديالك فغادي تكوني كتراقبيه بزاف. إذا كان هذا الحبيب ديالك فممكن يعزمك، أو ممكن يعني إذا كنتي شاكة وكتقولي واش نيتو صافية أو لا، ففي الوقت الراهن فنيتو صافية، مازال غادي يهضر لك على أمور خاصة بفلوس، غادي تكوني محظوظة معاه الخمسة أيام المقبلة. إذا كنتي انتي وهاد الأبيض القصير كتهضرو في أمور خاصة بأوراق أو عقود، فالأمور ديالكم غادي تكون متسهلة، أو هو مثلا كيتسنى شهاده فغادي يحصل عليها. بالنسبه للاسمر اللي هو متوسط القامه، كان طويل كان قصير كان، وكان هذا الطريق ديالك، فاحتمال كذلك الرجوع يكون بيناتكم. الا كان الزوج ديالك هذا فكاين يعني لما تشملوا كاين نيه صافيه، هذيك العصبيه اللي كانت فيه او هذيك السلطويه او هذاك القمع اللي كان فيه او ذاك البخل اللي كان فيه، فغادي يكون هاد الايام كاين قص.
بالنسبة لهذا الإنسان غادي يكون تبعك كيف ما كان، يكون زوج، يكون خطيب، يكون حبيب، غادي يكون هو اللي تبعك، انت اللي غادي تكوني كتبعدي عليه، او انت اللي غادي يكون عندك اشغال، او ما غاديش تكوني كتعطيه وقت. بالنسبة للحنط اللي هو قصير القامة، فاحتمال كبير هنا خطوبة او زواج، لان كنشوفو داخل مع العائلة ديالو للعتبة، خصوصا كذلك اذا كان هذا الشخص اجنبي او في بلاد بعيدة، او كان كيشتغل في الامن في الدرك في الجيش او في القوات المساعدة، فعندك معاه حظوظ كبيرة جدا. وكذلك بالنسبة للمغتربات، فعندكم يعني حظوظ مع هذا الشخص هذا، فالمغتربات كنشوف عندكم كذلك زواج قريب مع هذا الشخص اللي هو حنطي قصير القامة. فكذلك إذا كان هذا الزوج ديالك، فكاين صلح مع العائلة ديالو، أو فرحة كبيرة مع الزوج ديالك، أو إذا كان هذا الزوج ديالك فغادي يلتحق بك، أو أنت غادي تلتحقي به، أو إذا كان هذا الزوج ديالك وكنتي كتسني النجاح ديالو، أو أنه يقاد الأمور ديالو في البلد البعيد، فالأمور ديالو غادي تكون مقادة. بالنسبة للحنطي اللي هو متوسط القامة او طويل، هذا غادي يكون الحب في القمة، غادي يكون كيفكر فيك ليل ونهار، غادي يكون كيبغي يساعدك. هذا الانسان غادي يدير لك مفاجآت، حاجات جديدة، غادي يكون صادق معك، غادي يكون واضح معك، غادي يكون وفي معك مهما يكون بعيد عليك. فكان هذا الفال ديال المجموعة الاولى، وغادي نشوفو الفال ديال المجموعة الثانية. فالمجموعة الثانية واللي الأسماء ديالكم كتبدأ بحرف الباء، تاء، ثاء، الجيم، الخاء، ذال، زاي، شين، ضاد، ظاء، غين، فاء، قاف، نون، ويا. فإن شاء الله يكون خير، وإن شاء الله الفال يكون إيجابي. ربي يمين. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. غادي يكون قلبك على اتصال هاتفي، غادي تكوني كتفكري في العمل، في الدراسة، أو في محكمة، أو في إدارة، وغادي يأتيك الله شوية بضيق، يعني نفس، أو ما غادش يكون عاجبك حال، أو غتكوني مقلقة شي شوية، أو تعبانة نفسيا. الاتصال اللي غادي تكوني كتسنيه عاطفي من الحبيب، من الزوج، من الخطيب، فهذا الاتصال غادي يوصلك بعد ساعتين من رؤيتك لهذا القراءة، أو يومين، أو يوم الاثنين. عندك حظ في رقم اثنين أنت هذه الأيام، 22 222، تكوني محظوظة في هذه الأرقام. غادي تكوني محظوظة، وغادي تكوني كتعرفي تستغلي الحظوظ المتاحة لك في هذه الأيام. هذه هدية كبيرة ممكن تحصلي عليها من عند الحبيب أو الزوج أو الخطيب، كاين لما تشمل عاطفية. كاين بنات هنا اللي ما عندكمش حبيب، وكنتو كديروا طاقة روحانية أو كديروا تشافي، فكملوا على التشافي. وكاين البعض فيكم اللي راه ماشي سحر، ماشي راه نفسيا، يعني تعالجوا نفسكم نفسيا، ضغوط نفسية هي اللي ما مخليكش تقدمي للأمام من الناحية العاطفية. بالنسبة للعتبة، فالعتبة أنا كنشوف غادي تكونوا كتقولوا علاش حنا ما عندناش وفرة في البيت، علاش حنا الرزق كيدخل ولكن ما كنحسوش به، أو دغيا الأرزاق كطير، فالعمارة ديال الدار كأنه يعني كديروا اشياء اللي كتضايقوهم، او ما كتنظفوش العتبه، او كتسبوا في العتبه بحال هذا الشكل هذا. كنشوف هنا غادي تسمعوا خبر ديال شي وحده من العائله غادي تكون حامله، او ولاده جديده في العائله ديالكم. وكنشوف كذلك انتبهوا يعني وانتم في البيت ديالكم، انكم انتبهوا من هادشي ديال الكهرباء، من ديال الغاز، فردوا بالكم انه من المواد الحاده كذلك.
بالنسبة للعمل فأنتم مترددون، لا بالنسبة للعمل ولا بالنسبة للدراسة ولا بالنسبة للإدارات، كنشوفكم مترددين في الأمور هذه. كيقولك ممكن يكون عندكم شوية عكوسات، ولكن ماشي لواحد الوقت اللي هو طويل، فقط خصكم تحركوا، فقط خصكم تعملوا، تعتمدوا على نفسكم، ما تعتمدوش على الناس، لا في العمل ولا في الدراسة ولا في الأمور الإدارية. بالنسبة لك كنتي كتسألي على الرجل الأسمر اللي هو قصير القامة، غادي تكونوا متقاربين، غادي تكونوا باغيين تبنيو حياتكم على أساس. هو شوية غادي يكون خايف، انت غادي تكوني أقوى منه، طاقتك عالية، غادي تكوني كتشجعيه، انت خصك غير حد اللي يوقف بجنبك قادة براسك، وانت أحسن من هذا الشخص هذا. ف يعني هو ما تخليش يعني يأثر عليك بالأفكار ديالو أو بالقرار ديالو، القرار ديالك هو الأحسن وهو الصائب، فغادي يمشي معاك في الطريق اللي بغيتيها، وغادي تنجحوا انتي وهذا الأسمر اللي هو قصير القامة. بالنسبة للأسمر اللي هو متوسط القامة أو طويل، عندك معاه فرحة كبيرة، ممكن خطوبة، ممكن زواج، ممكن إذا كنتي الزوجة ديالو فغادي يكون حمل عندك مع هذا الشخص هذا. هذا الشخص هذا غادي تشوفيه كيطور من الحياة ديالو، من التعاملات ديالو، ومن الوعي ديالو، وكتحسن التصرفات ديالو هاد السيد هذا. بالنسبة للحنطي اللي متوسط القامة كذلك او طويل، هاد الانسان راه مازال كيفكر في الزواج، واخا انتي كنشوفك بحال مليتي او مبقاش عندك الخاطر ليه او كتشوفي لرجل اخر، ولكن هاد الانسان راه غير الاهل ديالو اللي ضاغطين عليه، وضغط عليه العين والحسد ومسؤولية كثيرة، ولكن هاد الانسان مازال غادي يوقف على رجله، ومازال غادي يطلب منك زواج او خطوبة. بالنسبة الى كان هذا الزوج ديالك، فالاهل ديالو طاغيين عليه وكيبغيو الارزاق ديالو كلها ليهم، عارف بقيمتك، و يعني انت ما بقيتيش قادره تصبري، ولكني دابا يعوضك ربي خير، ومازال هذا الانسان هذا غادي يعوضك على كل الالام اللي كتعيشيها معاه في الوقت الراهن. بالنسبة للحنطي اللي هو قصير القامة، إذا كان هذا الطريق ديالك فاحتمال كبير يعاود تشوفيه كيقرب منك من أجل الصلح، الحب من طرف هذا الشخص كبير، حتى إذا كان معاك في العمل أو كان كيشتغل في الأمن، في الدرك، في الجيش أو في القوات المساعدة، فالنية ديالو صافية. هذا الإنسان داز بيناتكم شوية ضغوطات أو عكوسات أو سحر التفريق، ولكن هذا البلوك ولا هذا السحر ولا هذه العكوسات هذه بدأت تخف في هذه الأيام. بالنسبة للأبيض المتوسط القامة أو طويل أو الأجنبي او اللي هو في البلاد البعيدة، فهاد الانسان هذا غادي تفاجئي لانه غادي يبوح لك بالحب ديالو وبالاشتياق ديالو وبالرغبة انه يعيش معك، عارفك انك ما بقيتيش قادرة تصبري، ولكن هو عارف كيفاش انه يرجعك وكيفاش انك تعاودي تقبلي به من جديد. إذا كان هذا الإنسان هذا في البلاد البعيدة، فهو كيفكر يجي لعندك، ولكن كاينه امرأة كبيرة اللي تقدر تكون الأم ديالو أو العائلة، شوية كيضغطوا عليه او كيبلوكيوه. بالنسبه للابيض اللي هو قصير القامه، فهاد الانسان غادي يكون كثير الاتصال بك، غادي يكون كيهضر لك على اوراق او عقود. هاد الانسان الا كان بعيد او اجنبي وكتسناه يدخل العتبه، فقريبا غادي يدخل العتبه. هاد الانسان غادي يكون بيتوتي جدا، هاد الانسان ما تشكيش فيه انه كيدير الحرام، لان غادي تكوني كتشكي فيه، يعني يقدر مثلا يكون كيتعاطى حاجه، ولكن خيانه حرام انا بغيت نعني بها، هي يعني خيانة ما يخونكش، يعني ممكن يكون كيتعاطى مخدرات او حاجة او خمر او حاجة هكا من الممنوعات، ولكن انه يخونك فلا اظن ذلك. فهذا كان الفال ديالكم المجموعة الثانية، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. نخليكم على خير ونتلقى ان شاء الله في فال اخر جديد، والى اللقاء.